تزورت النتائج مثلا؟ ما اعرف دفعاته هو تقدر تسأله. ايش قال؟ ايش قال بالشهاده التحاضر موجود؟ تسأله والله مو دا اقول لك يعني يونس محمود من قعد مو هي الشهاده ايش يصير؟ هي اوراق موجوده قدام القاضي، القاضي نوبات يسأل نوبات ما يسأل، اصلا يونس محمود قام يسأل بغير امور. انا شفت الهدف مالتك على السعوديه صدق وادري بيك انت نجم لامع بالعراق قدام نوبات ما يحتاج يسألك هاي القاضي يجي يحجي ترى بالمناسبه نوبات القاضي ما يحتاج يسألك ما يحتاج بس مرات يستوضح باسئله اذا ايضا يقول انا الباحه كنت شاهدت الهدف على كوريا مع عدنان درجان والنشا تكرم ايضا قال هواي تعمق قال انا اعرف انت كان عندك عقد في بريطانيا مع مانشستر سيتي في وقتها وكذا يعني لان نوبات ما يحتاج يسألك ترى القاضي القاضي ذكي في امور دقيقه يسال اما اكو امور ما يسال بها قدام عينه موجوده بالدفعات بالشكوى انت اليوم من مشتكي مقدم شكوى مكتوبه المحامين مقدميها زين مباراه نصف النهائي مع